تهت خجل الضي اخو ساره هاو ار يو كل حاجه انا حبيبي بس متهت خجل الضي مرحبا مليون بالغالين عند ربع ما تحب يا حليل ذي زمزميه استنى وانا ذكرني بشخص ما ادري وين انت او طالب باستبعاد والله يا رجينكم انا اشوفكم مخطي ايه انا الشخص هذا انا احبه واجد والله الله يقني كبركته الشخص اللي يقول لي دائما يطالب باستبعادي انا جبر احبه واجد جعل ربي يقني كبركته ويحفظك انت وياه يرحم والديك اخنو مهما طالب مهما راه شوف هيل ومسمار في مع الشاهي مع الشاهي لا لانه مسوي شاهي وتالي هو في ثلاجة قهوة غبي ابرك شاهي لانه مو بشاهي الشايب اتحداك اذا انه شاهي الشايب الله يا مرحبا يا الله حياك كيف الحال وايش حالك ساكا مكهرب انت كهرب كهرب يا انا بهرجكم موضوع مهم جدا اسلم ونيمن يفكر ايش يجي الموضوع دقيقه يا. لا والله موضوع بس ما ادري انتم كيف تفهمونه نفهم كل شيء احنا وش موضوع يا عيال اما فهمنا ولا سلكنا المهم انت روح ما دز بنداقشها نعم بالعيه بنخلق موضوع من موضوع بس انت افتح الباب لنا اسلم راجل يا رجال اللي بدنا ذا غريب 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 الاطوار غريب الاطوار من هو؟ الادمي هذا هذا فيوزات عنده مفصوله مره حب ابو محمد ولو انها مشبوكه ما حبيت اوه يستاهل والله يستاهل ابو بخيت يستاهل بس عشانها مفصوله حبيناك يا ابو بخيت جعلنا فداك يا ابو راجح سروال انه هو في عقاب يشبه 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 نفسه بالضبط غبت وانت ما شاء الله دقيقه السلام عليكم نعم والله الله يستاهل يستاهل احلى مكان هو يستاهل يستاهل المحبه ويستاهل القبول ويستاهل كل العلم طيب ابو بخيت انا حلفت ابو بخيت شو بيسعد تدري عاد ابو بخيت انا عندي احساس يومك صغير كنت رجال ملقوف راعي مشاكل راعي هواش راعي ضرب احساس ولا احد معلمك ها؟ احساس ولا احد يقول احد معلمك اقول عندي احساس ما ادري اذا يمكن صح يمكن خطا نسبه 50 لا مو يعني ما تغير شيء عاده في مودي وسط تبون تبون والله اني كنت عفن قبل تخبرون السحبه هذه السياره اي يا شو وين تخبرون السياره ربطت زوليه فيها هلا اي اسطول وين هنا وين اشوف راسك من ورا كذا ما حقتك اي شو من يسحبوني قبل شو ذا كلها وشو؟ اي العلب اسطول دي لازم تعبونها صغيره ايش؟ خلوها عشان هذا هذا يا محمد عزبه مبادره كان يرحبون زوليه ولا ارفع صوتك علي ارفع صوتك ها؟ هذا يا محمد سعد ارفع لا ايه القزاز الفايز ما ظنيت بيجي فيها شيء ترى لا هديه الفايز يا الله وجهك والله يا رب الجائزه طيبه بعدك طيب يا محمد والله عربها قيمه الجائزه عربها قيمه واللي اطيب منها راسك الله يبيض وجهك والله يا ابو محمد الله يطيب روسك يا رب ترى المقصد ونعيد ونكرر نشكر فريق دعم سعد الطويل يستاهل صحيح حلوة الفكرة اللي تحرض وتشجع الثلاثة دول ادري خطر بالتصفيق بس تعال غلط بسرعة بس اسمعني الامور طيب تحريض التجميع ايش 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 مخابر الحارس اللي وقعت الكرة في راسه ابو بندر لب والله انا انا مجهز النبيات اول شيء يا الله يقلع ذا التدشير اقسم بالله العظيم اني خذيت همه والله العظيم والله شوف انه بندش يا جماعه انا عجبكم الصوت لا تنسى الابيات ما عجبكم ترى ما احنا بمخلص تقدروا تسلكوا تكفون ثلاث وصايا انا متمشع ثلاث وصايا تمشع قوم من اللعب اليوم امس الزحليق ضاربك انا قلت سلمت هنا دعوه دعي بلا ايه شفت الزلحيق والله يوم امس نزلحق فيها ونلعب يوم خلاص اللعبان وعضلات شو اسمها؟ اللعبه الذي زلحيق ما لعب صوني بالله علمنا سلفتك حقت السعفية دي ابو الورقه عشان البصه ما حد يقاطعني انا بصه لا لا البصمه هناك وينها؟ راح اجيبها لا 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 روح 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 تبادر بسهل انا من حقه انا بيسالك من حقه ضع بصمتك ما تقاطع اي والله العظيم نعتمدها كفو يا خلاص انت ردها عشان تشيلها في راسك وش ذي؟
بصم يا عبد الرحمن بصم 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 ما تقاطع السالفه ما قاطع بصم انا ما ما يمكن نص السالفه قاطع لا لا بصم لا لا نص بصم نص بصم كذا بصم كذا انا لو يقطع بس اوه اي خل قاعد احب انا مقاطع ساعد بيديك ورجيلك ما تقاطع معي عصا لا لا يبصم 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 هذه طوله كلها تعال وقف انت تسد تعال يبصم يديك الثنتين هذا هو السالفه بس سنبذلك انت تعال اتني قول بس سنبذلك اصبعي عودها منو بيحكي طيب يوم قلنا بصمنا كلنا خلاص لا عشان بس بس رجله خلها قريب عشان يمكن يجي احد يا رشيد ها يمكن يجي احد رشيد رشيد رد على المحل اللي انت خذيته منه عشان ما كسرها راسك ترى معك كلام خليها عندنا والله اسمع رشيد اي واحد يسولف اي سولف يبصم ضع بصمتك ضع بصمتك ضع بصمتك انك ما تقطع السالفه الله نشكر فريق دعم سعد الطويل على هذا ادري منهم فوايد اي والله جايب على شارع والله حلوه فكرتهم عجيبه يلا بسم الله الرحمن الرحيم تكلم الجميع وسكت الحمار يلا لا لا انت هنا حمار سوالف تكلم الجميع يقول لي اسكت انا حمار لا 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 سكت الجميع يلا اسلم بس بس اسلم البصمه وين راحت القبش خلاص بصمنا يلا كمل راحت السالفه يعني بيتكلم حط كمل سالفه خلاص بصمنا انت بس ابدا بالسالفه يلا هذه اعطيني عصا اي واحد يقاطع توقف على سالفه اسلم حياك الله العين هذا عند العزبه سنه مسني تم حياك الله العين تخبروني السحبه 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 لا فرشه فرشه اللي تربط في تايل ستوب 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 هنا ارحبوا بصم انت وياه ما تقاطع سالفه علي اللي قدام انت قطعت علي بصم التمر بصم بصم علي علي اللي قدام بسالفه الحين رشيد اي والسالفه اللي قلت لك اياها اللي قلت لك اياها طاحوس يلا السالفه هذه والله ما يخلص الا بكره الا تبسيط طاهر طاهر بعوين يلا تعال بصم اوه طاهر ثوب جديد من عمان احد قدك تعال بصم الحاسمه انك ما تقطع سالفه علي اللي قلت عنها لا لا اسكت لا عنده سالفه الا اللي عنده لازم يلا لازم اقطعها تعال طار سولف خلا خلا تكسر تكسر الوحده سعد الطويل والله يذبح صباح اليوم يكلم احنا يلا عطر سالفه يا ولد ما عندك سالفه يا ولد انا بكمل هذا انا بصم بصم الشباب اللي سالف يلا قلها يلا قلها يلا الفرشه قلها يلا الفرشه قلها يلا هذه تعرفون يا الربع الفرشة اللي تربط في حبل أوه أي الحفرة يعرفونها سحبوا أي سحبونا وكانوا العيال الكبار ما يعطونا مجال حين يصغر وأنا أفهم دبي بتن عند بيبة أي هو كان منعم شكلك بس ما شاء الله الله يرفع قدرك بصم هو أي طيب ولا كانوا يخلون ليش يعني قعدت على الزولية تنقطع بصراحة من كبر الحجم يعني والله يعني من بس نبتكتك أنا كسرية والله أبي كان يمول البيت مرتين في الشهر المهم وريتهم وأنا ذا الحين وين أنا في بدي الموتر طيب وهم ثلاث مدري أربعة وفيه مجال في البداية طيب سويت أنا كنت أبكي جاكم تموتون جاكم تنقلبون جاكم بصم بصم خل جبر يبصم حتى بخشمه بصم قاطع المهم يوم قد حن قد بيلاف كذا واطمر بكل حماي وماي على الزوليه في البدايه وين طحت وهم دعسوني كيف الزوليه عرفت كذا هالشعر كذا دعوه قبله الحين بينقلبون حولت وهم ثقال زين كذا وتطيح تدعس وجهي والله ما حد نشت مني هم مسكرين عينهم تربع وجههم وبي قدام على فاله ما يتفكر وانا اندعست وطحت وثوبي كان لونه يعني ما يبين حتى واجي كابك يا حمام غربيه يا شي هم اي قلت الحين بيخلوني خلاص ايش جاي بالي الذئاب تاكلني هلا شندن وابكي يبكي بكاء والكسد انت سعد عودت العزبه فالربع قاعدين على الدكه حديث سوالف تيهم جمتي طايره وجهي كله تراب قحوفي طبعا قحوف الحواجب وانها امحى ايام ربي علي الله الله واشر السوالف ذي يا ربي وديكم تشاركوني فيها ختامها مو مسك
والله خساره والله على البصمه. انا ما خسرت لا على البصمه والله. حلوه حلوه والله. رشيد يجيب لا هي في سالفه اقوى بس يعني انا ذكرت سلحه. يا ولد انا السبح 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 اي شوف عيني الحاسمه الحاسمه مين بالحاسمه محسومه محسومه سحمه محسومه. لا اغنيه اسمها محسومه صدقيه سالفه صدقيه دي ادري قصدك يعني فلكد والله اللي فضح عمره يا صدق محسومه ذي واي ارحب بصم 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 وضعي بصم ايه بصم 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 انك ما تقاطع السؤال بصم علم الواسع عجز ما يحتاج بصم انا واثق فيه انه ما يبغى تقاطع انجاز محسومه ذي حلو ذا الورع الحين هذه شامل جميع الزوار اللي موجودين هنا ولا بس كل شيء واحد يقاطع سؤال يبصم هنا ويقاطع سوالف وش العقوبه؟ العقوبه شادي لا اعوذ بالله. نبغى عصاته ايش اسمها العصا قاطع قاطع نبغى عصاته هذه محسومه صدق اسلم ودي اللي قبل شيء صدق بس دي افضل اصدق واصدق اصدق واصدق. هذه انا واحد من العيال ما في واحد يوم ال 24 يوريك مقطعه لما يقول وين خيال الاطراف عليه لبنان الله الله هذا هذا رايح انا وياه معودين من النادي النادي دخلته زدت 9 كيلو يا رب والله صدق راجع انا وياهم شغلين عرفت محسومه وين انا مالو وانا قاعد اقول ايش تغني يا ولد ما تعرف الحين داخلين مع دوار اخر شيء داخل احتياط خلي بصم المهم يوم دخلنا مع الدوار لا انت اكبر مني بس يعني ترى لا والله انت اكبر مني اسلم 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 انا ما يصح بتربصي ما يصح تربصي المهم الا اسعد بس مو بربع عشان بعد اسلم اسلم طولها المهم ندخل مع الدوار احنا انا الحين مشوشين مو مشوشين يعني عشان الاغنيه يا رجل في موتر صغير مصري ومعها مرته يدعمنا وين من عند من ورا كذا من عند الباب ورا يدعمنا وين سيده حذف الموتر انا ثم اقول لا 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 الله لا لا وين انت تسوق اي دخلنا المصافط وقف معك ايش قلت تسوق اي ليه تو 24 لا 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 انا موري المقطع السالفه قبل موبطي زمون موبطي موبطي المهم ونصف ادخل مصافط وجاهو كيف كيف دخلت انا بعلمك فيه مصافط كذا حق بقاله والدوار يعني هذا الدوار شارع مو لبقت المصافط حذف الموتر بالسياره البرتقاليه ذيك احنا ايه الحقيقه سعد دخلنا ياتي وقف الحين غلط على من غلط عليه قام هو نزل توه ومعها مره قام قال يدك الكريمه قلت انا يا اخي ما تشوف من اللي حدث على من على المره اللي جنبه تخيل ايش يسوي رجل أنا قلت ماتت ما أدري والله ما أدري ساقوها عليه هي متحجبة وجهها قلت ميتة اعمل ايش ميتة والله عطها مخرج هو جاني قال الدعمة بسيطة ما راح نشوف كذا قلت أنا اللي معه قال لا حول الله يفتح الباب يرش على وجه هامة يكبر الموضوع أنا زمان أنا قلت بيسوي قلت يمكن ماتت ولا جهة سكتة قلبية ولا شيء واتي قلت أنا هاك ماي قال ايوه عاوزه ما يقول ورش على وجهه وديه ايش يقول كان ودي كان يقول متنا يغسل وجهها ونتروع قال هو عاوز مني حاجه يا باش انا مستعجل عشان المدام عاوز المستشفى قلت لا لا روح 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 حطها مخرج الله لا يحي يا معودي بيقول تبع عند النادي جاء واحد دعمني حسبي الله عليه ماشي راحتي هذا سامحته مصري والله اني سامح الله يجزاك والله لا والله مثلت صح صدق علي اللي مدمعها يجمع نغمه شيء ولا وانا اشوفك تطبق على الهجه المصريه المصريه سمت نفسها ميت والله ساقوها عليه والله شوف قولي الله هذه حرام انا احسب انها ماتت انا اقول اللي في الحوادث يعني البسيطه ذي الشخص سامح فيها يا اخوي توقف تنتظر نجم وما ادري ويش تعال قلبه لانه هو علق انت هي ها قلبه لانه هو ما جت سيارته ما جاها شيء لا دق على نجم يعلك يطعمه تقدر خمس ساعات يا كثرة جي زحمة أربع ساعات خمس ساعات صغيرة عند الله واقفين مخشي بسيط واقفين جنب الخط ما بصمت هيا ظهرنا بالعيد للبن المهم العزبة تقريبا منها حجم الحجم اللي هو جبل جبل من غير حقران ذا الهنقر كنا في طول ذا الهنقر ورحنا واحد من العيال اول العيد يوم عايدنا على الشبان وخلصنا ثم حن بكفر وروح طعام السلام وهو ياخذ معه كفرين كفرين جيوب بيلون
المهم نروح يوم قبلنا على الحجم قال خلاص انا باركه فوق وانت عارف النص الحجم بحذف عليك التاير وانت جوده كانك كفو التاير ما يتعدك تاير مع باب جنط لا 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 تاير بدون جنط بدون شيء معبى عبد الله نزل هو يذبحني المهم وقف في النص طلعوا السلام ويركب الحجم يطول الهانجر ويفك علي الاول يفك علي الاول يقبل علي المهم جيت بقى اقول كذا اقول كذا ابغى امسك التاير دريت ان التاير لا يضرب وجهي حط وجهي ملاطع انفك من وين؟ فاك من الحزم من فوق هو فوق اي لعبه شو اللعبه؟ ها لعبه يقول لي كانك كفو ما تعداك التاير انا جيت في النص ويمر ويمر علي التاير الاول يمشي 5000 واوسع منه لو انه ضربني كان حط كبدي اوسع من الاول باقي الحين التاير الثاني قال لي المهم انه قوى علي الكلام قال انت ما فيك خير وانت برجال ما ادري وين يلا ما تعزوه قلت له الثاني ما عاد يروح لو ادربي قال شوف فيه طريقه ان كانك تبغى التاير ما يروح منك فيه طريقه سوها قلت ويشي قال اقبل عليك التاير وقد قريب منك دخل راسك فيه الله الله والله يبي ذكي والله بيضل وجهك بس الغبي والله انا اسمع اسمع انت عين فيك ربخه انت يا ولد بزرعني يا ولد اصرار يا ولد يفك علي التاير الثاني سرعته اقوى من الاول وتنطحه بتجيك السالفه ساعتها اقبل التاير وقد التاير مني بعد الطاوله فادخل راسي فيه يدخل جسمي الى هنا فلا حد يديه داخل وحد يديه برا قاب قاب من نص الحزم الين حولت الحزم هالحزم ويش فيه حصى واحول يا طول عمر السلامه وجهي منه من دحس دميان مرحبا الله يجزاك مرحبا يا مرحبا 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 الله يحسن عزاك يا عزاك رهيب لا تشوف الملابس من الله حي لا تشوف الملابس من البارح ولا انا عزاك هلا مرحبا ما شاء الله عزاك يا مرحبا بالناس يقول فرحي فضحى الله يسلمك الله يحييك حط الخير نعم صفراء ولا ما جاب حط الرجل ان شاء الله الحطب موجود اشوف لي دنك بارك الله فيك جزاك الله خير في دنا بس حط الجاي هلا شو بلعب على حرام يجي كل يوم سلام عزاك 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 الله خير يلا حييت يا مرحبا يلا حييت ما شاء الله عزاك 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 يا بشتوية عم شغل عزاك ما اي انت شنو بدك ها شنو بدك تحب والله انا شنو عزاك نعال على طاحوس جايس نواف شلحوا لابس ما عليه انا كل لهم يلا حي الله حي الحال شلون طيبين شلون كيف حالك كيف الحال شلون الله عزاك زين عزاك شلون مرحبا ألومكم مرحبا يا نواف صحيحكم طيبين صحيحكم خير سيب الحال صلى الله عزاك زين عزاك الله ميتكم اللهم أمين زكا بس مرحبا شلونكم صحيحكم خير يلا حيو شلونك عليكم طيبين سيب الحال عساك طيب شلون صحيحكم خير حسن الله عزاك زين عزاك الله يغفر ميتكم ايش حالك يا نواف سيب الحال عساك طيب شلونك ايش حالك لب عينك الله يحسن عزاك أبشرك 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 هلا حبيبي الله يحييك كيف الحال؟ طيبين ساك طيب الاداره جيتهم قالوا الرجال بينسحب واليوم أيوة. اليوم بات انت تنتهي صباح والله لولا الاتصالات اللي جاتني والجمهور والضغط اللي جاء والله ما اني بكيت شوي ماني بصوب تحس خليه لكن عندي ضغوطات برا عندي ظروف لكن انا هنيا عشانهم يبشرون والله بس بقلبك ايش حالك ساك طيب يلا حي يا مرحبا انت تو ما نور لا لا دقيقه انا شوف انا لبستها هو انت حالك من غلاك والله لا في واحد غيرك بدل تيشيرتات كل شوي من مهب علي هذه وين في نعالك دور تحبك تشوف نعالك لا عليك انا ما تبي تهمنا تنسحب
والله كيف المشوره مفيده مو عليك شيطان شيطان والله ما هو على كيف شفت العسل اللي جايبها اللي تم تقول عنه هذا ترى مو مزح احمد الطوي والله العظيم من ذي لا بسطتك وعليك خافر شوف جيتكم اللي قبل اظهرك انا بحولها من الحر هذه حر لكن سبحان اللي والله يبيض وجه ابو سالم ابو شعفو هو اللي تلني بيض الله وجهه خير وبركه لو احنا درينا العلموكاد كان طلعنا كلنا من المنتج وسحب نفسه شيطان ومع زعله ومع كان بيجي التهريب صح احنا ايش يعني اشرف انا استقبل دخلت برنامج هنا تعال انك انك جمال انك بعير انت انطح الريدي ما تحير بعيد يا طيب والله اني اشتقت لكم اي والله اللي اشتقنا اشتقت لكم واجد انا والله اشم ترى هي الحين شوف شوف شفره رسميه شوي يا مروح ترى بطانيتك رقد عليها علي هذه بطانيتك رقد عليها علي هذه انا خليتك انا استاذنت منك في البيت صح؟ وش يصير؟ اجي انا من مشكله يوم قلت رقدت البطانيه انا ما انا ما جاني شيء ما كنت تعطينا ورده امس اليوم اليوم الصبح ها ما سمعتني بقول ابي فراش يقول انا خابر ان اللي داخلي كله لك الله العلى لعبه فطيه براسه احب راسه احب راسه احب راسه كفو 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 لا اشتغل واحد بالله جاء في بالك واحد كانك موافق ارسل اسئله رب الكعبه على الحرام من الصبح انا واقف اسمع يقول نواف عقاب برق دفراش كانك موافق ارسل اسد ابي الخير منه وذابي وافق تحملنا اخوياك قسم بالله ما اروح احنا خابرين قسم بالله ما اروح امي بغيت تروح اليوم بغيت تروح قسم بالله ما تروح اي قسم بالله ما تروح ابشر بلعب اني موجود هنا اليوم تسعيد المقطع اللي احنا زود من زود الضيق اللي فيني ادق على ابو حنك حلوه اقسم بيت الله نويه الصبح اليوم من ابو حنك ايش ما رد الربع لا زعلت السالفه جابوا طاري اوه خلاص يا اخويا يطلبوني اسمي وراه وجع علي يوم يقول ما تعبان بكره بجيكم يقول يطلبون الاستبعاد يقول استبعاد اجل هذا ما هذا ما يصلح هذا اللي بنغيره والله اني تعبان بجي محمد خوي يقول يا كذاب محمد عيسى صدر حرام 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 الحمد لله حرام والله ما يستاهل اي والله يا حرام والله صدق والله بشرك يا حبيبي والله يا ربي اعوذ بالله في ولا في غيره صدق في ولا والله وين بابا ولا معاون منزل ما جاء شيء من كثر الدعاوي حسب الله جاء شيء تحت البث يسوي حلقه دعاوي جاء شيء ولا عين فريق الدعب ولا عين جاء شيء هو يجي شيء هو جاء شيء ما يجي شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما جاء شيء لا لا الحمد لله ما يشوف شر الحمد لله لا لا ان شاء الله ما يشوف شر ترى موجود والله بنروح نسلم عليه ونقول انت عايش بالله ايش اشتفتولي تدري يوم العام السواق والله تدري ايش فقدنا على هالدقه هذه وانك اشتحنت لي واجد ابي ذنبك نواف تدري ايش مثلنا تخاف المقطع اللي يقول احنا فرحانين انا كلش كلش انا انت ايش تبغى احنا فرحانين يوم جيت انت الله اي محمد جيسي محمد يقول منزل لا صار نعرف خلصت انت بصم وراك هو ترى نزل يصور ترى مصوره والله بس هلية الجمهور بس أول شيء بس بصمي بس لا 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 نواف ما يبصم نواف ما يبصم نواف لا تبصم لا تبصم لا تبصم إيه بس لا لا يدك ثنتين خلاص بغي يخرب حقك يا خبل أنت تبصم وأنت تدري إنك تقطع السؤال هذا مو هذا أنت تبصم وأنت داري ما أنت مصبر تقطع السؤال أنا أقطع سوالف اللي يقطع سوالف علي هادي ومخلد وأنت وين مخلد إيه نعم مخلد ما يخ يخ شوف رقاق وانا ايه وجابر والله انا تلني انا يا رجال انا قطع سوالفكم تستاهلوا الساعه 10 مخرج عند مباراه بعد العشاء والله يمدح صبري كحوه اقسم انت بالصراحه ابو رحمك مخرج عيد اني كثر مبادرات ليش والله عشان زو نمت بغيت امشي الى الحفر 24 ساعة ما في وقت انت الحفر الحفر وين ايوه ابغى تروح العشاء وين الحفر وين الحساب الحفر رقدت ما قمت الفجر انت تروح لا بعينك بعينك هو ابو الولد ذاك ابو رفاعي ابو رفاعي ايوه الله يبارك اللهم الله يسلمك الله يرحمك اللهم قال الله يرحمه قال يدمدك اي والله يقول مذكرته له لا مذكرته له فردية
ورا الغسمية كان خبر عطاك رفع اي خبر من حني الظهر نطق قبل الجوال وقارب قاعد من الساعة 4 الساعة 5 الحالة تقلب اي جاء سطحة وشاله وداه المستشفى توفى المستشفى اقدر هذه هذه سنة الحياة خير الله يرحمه الله يرحمه يا ريت الجنة البارد يا رب العالمين خبره ابوه ابوه صارت ايش يا شباب رفاي احمد رضا انا عارفه احمد رضا لكن مدرسة ابو رفاي لا ابو رفاي يلا يلا قوموني قوموني من النوم والله فجعوني بعد رفاي كلمنا الدريشة واحد الدريشة ابو رفاي شلون تقعد امشي ابى اروح الادارة يا رب يرحمه ايمن قوم اذن اذن انا وبعقاب خلاص جاب والله وبعقاب علومك غثيتني علومك طيب شايف طيب والله خير اخوان طيبين الربع طيبين كيف الحال عقاب شلونك؟ شلونك في ارحب ارحب شايف طيب قسم بالله اشتقنا لك والله ما اشتقت تذبانني لان انا اغسل ودي مغاسل وحالتي حاله وخلي السواق يجي هني وانت والمر اذا ما حقيت والله من الطقاع على الراس يا ابو بليس كان ما ادري لو ما تردهم عند الجد جد رجع هم متقلب كوتش اللي راح صوب اليوم بزبريا كوتش راح نصوب بزبريا كوتش انا جاي من الصوت الاحمر ذا عشانه انا بعلمك انا ما بطل درجك ولا جيت يا نواف اللي نواف اللي مبطل درجك الرجال ذا والله ما جيت مبطل الدرج قال يا رب على حسابك يا قليل الادب رجعت خابر 53 يوم معي انا ما سوى شيء ايوه ما يلبس ما يلبس شلون ما يلبس ما يجي لبسه اه ما يجي لبسه حق بس بنطلون لا عادي عادي هذا قدرك يا حمار ممكن تقطع بنعاء انا قدري انا صارك حق الجبر شب يا شرب حق الجبر يعني انت سروق يا شباب يا الربع يا الربع انا حقت من حقت الزربه شب الكلب بس انا مبالغ كذاب يا الربع يا الربع دقيقه دقيقه بالنهايه كلنا الحين الرجال تو جاي تهوشونه كنا اخوات كنا اخوات يا شباب اخوات بس مو كذا اربع تقوم ياخذونها يا نواف نواف العذر السموح يا نواف انا بتعذر منهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد وسيرة فضيلة وبعث المقام محمود الذي يؤتينا إليه فبعد رضيت بالله رب العالمين السلام دينه ورحمة السلام سهيل انجاكم يا طالب من جمهور هم جمهور لا فريق دعم فريق دعم ناسف اطالب فريق دعمي يقول لك ايه انا دخلت ب 200 مليون ما حد جاب شيء يا جمهور انا دخلت يردونا والله ليه يردونا حط حط الكاميرا علي حط الكاميرا علي لو معك امر قط اسمعوا يا فريق دعمي قطوا الكيكه من فوق الباب وانا باخذها طاهر مبروك جو اخوانك ها تبي هديتك شفت الدرج بس قلت خليت غطره لازم تلبس يا قال له هلا يلا قل الله الله اكبر شفت انت والله انك عليك ما تنزل ابدا لو جت كلف غتره ايش عندك يا رجل ما العب عليك ما قدرت ما خليته عندي غتره فوق بس بلبس الثاني ليه الحين انا ما ادري الليله العمانيه انا ما كنت ادري وش هي الكيس يمكن تعلمني في غتره اللي فيه لبان 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 هذا لا اي وتبي دخون هو صح يجي متخن انا شفتكم امس كلكم بتاكلوا عادي هو هناك يحط في الماء لكن لاحظت تحط
تبخر في ذمتك والله يعني هو بخوان عادي عادي خليت انا شبت فضروسي وانا خليت دعوه لدعت عليك يا طاهر شبت فضروسي منه وضاع انا اي شوف هذا بتنكل حطها في ماء تشرب بتشكل عادي وثاني طريقه ثانيه حطها في ماء وشرب حطها في ماء بسرعه ايوه والثالثه تسوي تحطها بخور طيب الدخون ذا لا على ثلاثه بيوت كيك وش هي البان حقه ثلاثه بخور مره 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 ايوه زي المره ولا هي بمره اي مره هذا العين بالمره مره سداد شرب فيها كيف مستشفى والله والله معي تكفى انا معي نزلت معويه كان شربتها موجود يا رجال كيس نوار مره وخو جوه مجدد والله 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 اني استغربت اني شفت الكيس حقك لان انا كله شعبيات انا باليوم يمر علي 70 مره فكس فكس كل شيء والله العظيم لا حسيت بوجع عرفت النواف عقاب بس لاني انا اموت انا عندي انا عندي كل شيء الا التعب التعب يخليني الخامه طقوع ملعون جدف لا انا يطرحني بالحين انا تشوفني طحطوح بس اجي هاني اذا جتني جزاكم ما في ارخم منك ما في ارخم يا مرحبا الله يبيض وجهك صاحبي نواف ما نسمح له وتقول انسحاب اي عطى يا صاحبي نواف ما نسمح له وتقول انسحاب وانت بعير حملته لويب وانت بعير حملته لا من بارك ذي شي له وانت بعير حملته لا من بارك ذي شي له يا صاحبي نواف ما نسمح له وتقول انسحب وانت بعير حملته لا من بارك ذي شي له شكرا صحة جانك والله يبيض وجهك على امس يوم تعذيب المسجد الله يطول عمرك واجب ما غريب عليك طيب كلها ابو عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم توقع هذا سعود المكاحله سعود المكاحله ونواف بن عقاب هذا سعود المكاحله اللي هرول ثلاث لفات وطرد الكوتش برا الكوتش اليوم مسويكم بلاوي ذبحنا خلوكم مدري في شيء مختلف طيب انت عطني رايك انا عطني رايك بسيط جدا انا بسيط ارجع بسيط جدا والله تقومي مهزئك لا انا بالصدمه انا وجد وجد نفس اليوم ذبحني الحين بالصدمه زين ودري ايش مقفل طيب انت تصفعك وشت ها ايش هذا السالفه ما حد انا بالصدمه راح الرجال دخلوا طبعا اخويانا من قوه الشهامه جو بطري يا خلص وعجلوا ما حد قال لنا كوتش هو يجيك من هو هو اللي ما جاء خلاص من يوم رايح اخذها قاده من قبل فقط ولا طلع كوش في مشخ صنها ترك الدوس اللي جاء ما سوي كذا انا ادري عنه لازم بالله انا غاب اني اقسم هو شاتها باثنين لا تركي خط حنا شدها بواحد تركي لا طاهر تركي خله الا انت يا جاك قمت تراوي انا رجال نظامي لا ما له شغل نظامي ايش سوى ترك تركي يقول لك ادخل هذا كم هذا ما يخصك يقول لا هذا 3000 عبد الله الخير ما لا ما يهيني يخيلك ودي لا ترى حتى اللي ما حضر اليوم له هذا له نقاط على كلام حتى اللي ما حضر كيف اللي ما حضر وانا حاضر ماخذ 3 دولار هذا برنامج هذا برنامج اذا حضرت اليومين اذا سواء والله انا حاضر اليومين تركي غويزي كان يتوسط عند ذا طيب قام ذا جاي بسرعه واحد اذا سلام خلاص عارف اهدي يبغي ذا كان يمشي شوي شوي عشان كوي. يعني بتوسط ابي توسط لي يوم طرد قال تركي اطلع برا قام ذا مر عنده هيروين وات لا بس انت عندك واحد يا رشيد مو بس واسطي ما هي بواسطه قران داي يحفظ القران ايش هبي ما يدخل ايمن اللي بحفظ المفروض انك قايل الواسطه تشمل ما يدخل ايمن اللي بحفظ قران صوره الحجرات هو يقوله هو ما يحفظها ايش في جامعه الامام نفذ ايمن محكوم على ايمن لا هذا ما يصير جامعة الإمام يا حي بقر جزاك الله يا رب يا هلا والله ما هو ايش عرفت الدبة دقي على محمد منصور بالله اي والله دقي